حنا رانا موجودين كمجتمع مدني. دونك ما كاين والو، المسؤولين كيجيو ويضربوا دوره ويزيدوا. وعليكم السلام ورحمة الله. المنطقة اللي كانت خويا حيدر حي راشد 3 بلوك بي. اشرح لينا المشكل ديالكم. خويا هذا المشكل دابا دير الريس وهذا خويا الخطر عند سميتو، راه كان دابا نشرح لكم العواقب ديالو، راه كونسير فهمتي. حنا كنطلبوا المسؤولين يحيدوه. انت تركب هذا الريس؟ تركب مع 3 ونص ديال الليل ولا البارح نهار الجمعة بلي مع 3 ونص ديال الليل وبغفلة من الناس ساكنة، الناس راه ناعسين. واش اللي كيديروا فيه الحشومة؟ راح اقول هذه حشومه. المهم يديروا معنا شي حل ولا غنديروا حل بيننا نفسنا. انتما كترفضوا، انتما كرفضوا اخويا، كرفضوا يديروا معنا شي حل. حنا طالبين المسؤولين يدخلوا في اقرب وقت، الا ما لا توقع شي كارثه. راه هو اصلا راه ما راكبش مزيان. تقدم مزيان، غتقدموا شي حل. شكرا. عندنا شكايات، عندنا شكايات، عندنا شكايات، عندنا اشي كاين اخويا. شحال العدد ديال التوقيعات اللي وصل؟ 350 صوت. 350 توقيع. توقيع توقيع. خليك معنا شرح لينا. وكل صوت 360 صوت، وكل صوت هو راه 5 اصوات. توقيعات ماشي صوت، ماشي انتخابات. توقيعات فوالا، توقيعات ديال الناس المتضرره. هادشي ما خدامش لينا. فاجئونا بهادشي. فقط نهار السبت صباح واحدين قالوا لنا انه دابا راه مركب ولكن راه باقي ما زاكيش. وصح هاد الهضره، مركب باقي ما زاكيش، ما زاكيش. ها انت كيبان لك، ها انت كيبان لك. تكون احتقار لهاد الناس، احتقار لهاد الناس، هاد الضعفاء، هاد الناس، هاد الناس كيحقروا هاد الناس. دايرينهم متهمشين، دايرينهم غير صالحين، دايرين كانهم مرتزقه. هاد الناس راه حنا مغاربه كنا، وحنا اللي عندنا حق ندخلوا في الحي ديالنا. ماشي يجي يركب لنا واحد من قرطاق، حنا يجي يركب لنا باش يستافد هو ماديين. وحنا الجيران ياخذوا الموافقه ديال الجيران. جاوا راه جاوا بحال المافيا، جايين لنا بالطوموبيلات وجايين لنا خويا ما عرفنا شنو هما. حنا رانا موجودين كمجتمع مدني. دونك ما كاين والو، المسؤولين كيجيو ويضربوا دوره ويزيدوا. كان خارج المفاجئ.